تفضل بتلاوة التشهد. حضرت المشتكية رب لا لا اتركوا قل تسكن قضاء الدجيل وأقالت محلفة بعد أن عرفتها بنفسي قاضي تحقيق المحكمة الجنائية العليا بما يلي: بعد وقوع الحادث في 8/7/1982 بثلاثة أيام جاءت مفرزة من الأمن والمخابرات وداهموا دارنا واقتادوا جميع أفراد العائلة، كل من فلان وفلان وفلان وزوجة أخي وأولادها، كل من فلان وفلان وفلان وأخواتي فلانة وفلانة، أما أخوتي كل من فلان وفلان فكانوا خارج الدار. واستثنت بقولها أن أخوها فلان كان ضمن الذين تم حجزهم في الدار، حيث كان مصابا بطلق النار يوم الحادث. وبعد أن ألقوا القبض علينا سيرونا إلى مركز شرطة الدجيل، ثم إلى مبنى المخابرات في بغداد، ثم إلى سجن أبي غريب، ثم إلى صحراء السماوة، وبقينا هناك إلى أن تم إطلاق سراحنا، سراحنا سنة 1986. وفي صحراء السماوة تم سلبي من قبل رجال الأمن هناك، لأن أخذوا مني قرآن من الذهب، وكذلك أخذوا من والدي مبلغ من المال. لذا أطلب الشكوى والتعويض ضد كل من صدام حسين مجيد التكريتي، عمران حسن عمران، برزان إبراهيم الحسن التكريتي، عمران حسن عمران، مزهر عبد الله الروي يسكنون الدجيل حاليا. وهذه إفادتي. إفادة المشتكي الآخر عراقي يسكن قضاء الدجيل حي الوحدة، أفاد بما يلي: بعد أن عرفته بنفسي كوني قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العليا، وأفاد بما يلي: في يوم الحادث المصاب 8/7/1982 كنت في البستان حوالي الساعة 11 صباحا. بعدها عدت إلى داري وسمعت أصوات هتافات، وعلمت بأن صدام حسين قد زار الناحية ناحية الدجيل. وبعد 5 دقائق صعدت إلى سطح داري وسمعت صوت إطلاقات نارية حوالي 30 إلى 40 إطلاقة. فنزلت من السطح وحضر جارنا وأخبرني بأن صدام حسين تعرض إلى محاولة اغتيال، ثم أخذت طائرات هليكوبتر تحوم حول المنطقة حوالي الساعة 3 ظهرا. وفي اليوم التالي حصلت اعتقالات لبعض العوائل، وفي يوم 10/8/1982 حضرت مفرزة من المخابرات وقامت باصطحاب والدي البالغ من العمر 80 سنة، وتم اعتقال زوجتي وولدي كل من وبناتي كل من، وقاموا باحتجازي في مركز شرطة الدجيل، حيث قمت بتسليم نفسي بعد اعتقال عائلتي إلى مركز شرطة الدجيل حوالي الساعة 4 عصرا، حيث شاهدت عائلتي في المركز. وفي نفس اليوم ليلا جاءت السيارات ونقلتنا أنا والعائلة ومعنا بعض العوائل المعتقلة من أهالي الدجيل، وقامت هذه السيارات بنقلنا إلى جهاز المخابرات الحاكمية. وبعد حوالي 17 يوم من احتجازنا في المخابرات تم نقلنا إلى سجن أبو ريب، وبقينا فيه حوالي 1 سنة و4 أشهر. ثم تم نقلنا إلى معتقل ليا في صحراء السماو. سؤال: وجد اسمك ضمن القوائم والقرار والقاضي بإعدام المشتركين بحادث الدجيل، هل تم دعوتك من قبل المحكمة بين قوسين محكمة الثورة؟ الجواب: كلا، لم أحضر إلى أي محكمة ولم أواجه أي قاضي، حيث جرى التحقيق معي في سجن أبي غريب. وبعدها تم نقلنا إلى معتقل في صحراء السماوة، وفي شهر نيسان في عام 1986 تم إطلاق سراحي. عليه أطلب الشكوى من كل من صدام حسين والمتهم برزان إبراهيم الحسن. وفاتني أن أذكر بأنه في نهاية عام 87 تم اصطحابي من قبل قرآن من الذهب، وكذلك أخذ اعتقالي هناك مدة 88 يوما. واستفسروا مني عن أسماء تخص بعض أهالي الدجيل، ولم يسألوني عن موضوع المحاكمة. وهذه إفادتي. إفادة المشتكي الثالث: حضر المشتكي يسكن قضاء الدجيل
وأفاد محلفا بعد أن عرفته بنفسي قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية المختصة، وأفاد محلفا بما يلي: بعد الحادث بثلاث أيام أي في 11/7/1982 تم إلقاء القبض على كافة أفراد العائلة عدا والدي، كل من يعدد أسماء. ثم تم تسفيرنا من سجن الدجيل إلى مديرية الأمن العامة ثم إلى سجن أبو ريب، ومكثنا سنتين هناك، ثم تم ترحيلنا إلى صحراء السماب، علما أنه تعرضنا إلى شتى أنواع التعذيب والضرب والإهانات من قبل منتسبي المخابرات والأمن الصدامية. وبتاريخ 1986 تم إطلاق سراحنا. أما فيما يتعلق بوالدي فإنه كان عسكريا في الجيش الشعبي، وكذلك أعمامي كل من فلان وفلان وفلان، إضافة إلى جدي وجدتي، فتم اعتقالهم جميعا، والذي تم إعدامهم وتم إعدام كل من عبد الوهاب جعفر، صبرية عباس، سلمان عبد الوهاب بحروس، وعبد الأمير وهادي أولاد عبد الوهاب، تم إعدامهم بدون ذنب أو سبب يذكر، علما أن تاريخ الإعدام كان يوم 23/2/1985. هذا سياسة حسب ما تبين. هذا سياسة لأنه ما يعنيه هو، يتحدث عن غيره، لكن سياسة المشتكين مسموحة، لكن سياسة اللي يتكلمون بها صدام حسين ورفاق صدام حسين ما مسموح. علما أن تاريخ الإعدام كان يوم 23/2/1985 حسب ما يتبين من جمعية الأحرار بعد سقوط النظام الصدامي بتاريخ 9/4/2003. عليه أطلب الشكوى من صدام حسين. ثم تم مصادرة 4 بساتين تتراوح بين 7 إلى 8 دونم، كما تم مصادرة أرض زراعية مساحتها 28 دونم من قبل محمود غريب، ولحد الآن هو مسيطر عليها. كذا تم مصادرة سيارة بيكم موديل 1979 من قبل رجال الأمن، والدراجات نارية عدد 2 من قبل مشعان دحام يسكن حاليا الدجيل، وتم نهب أثاث دارنا ودار جدي، كما تم استقطاع جزء من قطعة الأرض التي أملكها. عليه أطلب الشكوى والتعويض من كل من: 1 صدام حسين المجيد التكريتي، 2 برزان إبراهيم التكريتي، 3 يونس أحمد غزال السامرائي يسكن سامراء حاليا، 4 أحمد إبراهيم السامرائي يسكن سامراء حاليا، مشعان دحام يسكن الدجيل حاليا. وأطلب التعويض وهذه إفادة. وبعدها بفترة تم ترحيلهم إلى معسكر في صحراء السماوة، وتم إطلاق سراحهم في 26/4/1986. لذا أطلب الشكوى ضد كل من صدام حسين التكريتي، برزان إبراهيم التكريتي، وكل من يثبت التحقيق اشتراكه في هذه الجريمة، واستدرك قائلا إنه تم إعدام أخي فلان ولم أستلم جثمانه ولم أعلم بذلك إلا بعد سقوط النظام، ومن خلال مراجعتي لجمعية السجناء الأحرار في الكاظمية. وهذه إفادتي. إفادة المشتكي يسكن قضاء الدجيل حي الوحدة، وأفاد محلفا بعد أن عرفته بنفسي قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العليا بما يلي: في يوم الحادث 8/7/1982 كنت عائدا من البستان، فوجدت في الشارع العام تجمعا، وعند استفساري أعلموني بأن صدام حسين تعرض لمحاولة اغتيال، ورأيت المرافقين له والمخابرات تطلق النار دون معرفتي على الجهة التي يطلقون عليها. وبتاريخ 10/7/1982 ظهرا الدجيل حي الزهراء. أفاد بما يلي بعد تحليفه اليمين القانونية وتعريفه بهويتي كوني قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية المختصة: بعد محاولة اغتيال صدام حسين في 8/7/1982 وبالذات يوم 10/7/1982 داهمت مفرزة مكونة من مديرية أمن الدجيل وفرقة الدجيل لحزب البعث المنحل دارنا في الساعة 1 بعد منتصف الليل، وقامت باعتقال والدي
وإرساله إلى مركز شرطة الدجيل، وبعد فترة قصيرة لا تتجاوز أيام تم نقل والدي يا فلان من المركز المذكور إلى مقر المخابرات في بغداد ضمن مجموعة من أهالي قضاء الدجيل الذي تم اعتقالهم بعد محاولة الاغتيال. وعند مراجعتي لأمن الدجيل وفرقة الدجيل لحزب البعث واستفسر عن مصير والدي لا أجد أي إجابة عنه، علما أنه ورد إلى سمعي بأن والدي كان من ضمن عدد كبير من أهالي الدجيل قد نقلوا إلى سجن أبي غريب، ومنه تم نفيهم إلى معتقل في صحراء السماوة، وكان والدي المرحوم فلان من ضمن المعتقلين في صحراء السماوة، علما أن والدي من مواليد 1913 وكان عمره آنذاك 69 سنة وعمره ومريض، وقد تعرض إلى شتى أنواع التعذيب كالضرب بالعصي والسب والشتم ومختلف الإهانات، وكان من سبب ذلك أن توفي والدي إلى معتقل في معتقل بسبب معاناة من التعذيب والحر الشديد وحرمانهم من الماء وعزله في الصحراء. وأبرز للمحكمة المحترمة نسخة ضوئية من شهادة الوفاة الخاصة بوالدي، كذلك عندي شقيق تم إعدامه بتاريخ 30/12/1981 واسمه فلان بتهمة انتمائه إلى حزب الدعوة، في حين أنه لن يكون منتميا إلى الحزب المذكور حسب علمي، وليس له أي نشاط سياسي معادي للدولة آنذاك، سوى أنه كان طالبا متميزا ومتدينا، وكان يرتاد الجوامع والحسينيات في قضاء الدجيل، كما قامت سلطات النظام البائد بمصادرة أملاكنا والمكونة من بساتين من بستانين، مساحة الأولى 5 دونم والأخرى 2 دونم. عليه أطلب الشكوى من كل من صدام حسين المجيد، برزان إبراهيم التكريتي، يونس أحمد غزال السامرائي، أحمد إبراهيم السامرائي، مشعان دحام الخزرجي، والمفوض حسن السامرائي أبو عمار، وكل من يثبت اشتراكه في هذه الجريمة، كما أطلب التعويض المادي والمعنوي عن كل ما لحقني من ضرر حيث توفي والدي نتيجة التعذيب، وهو رجل كبير السن وعمره 79 سنة آنذاك، وهذه إفادتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إفادة المشتكي فلان أفاد بما يلي بعد تحليفه اليمين القانونية وتعريفه بهويتي كوني قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا. إني أسكن في قضاء الدجيل أبن عن جد، وفي عام 1982 وبالتحديد في شهر تموز كنت أملك سيارة نقل باص نوع كوستر، وبطريق عودتي من بغداد باتجاه ناحية الدجيل في تلك الفترة وعند دخول الناحية تفاجأت بأن صدام حسين والذي كان يشغل منصب رئيس الجمهورية في تلك الفترة يقوم بزيارة إلى ناحية الدجيل، وكان ذلك حوالي الساعة 1 أو 2 ظهرا، حيث تم منعي من دخول الناحية من قبل أجهزة الحماية الخاصة به، وبعد حوالي نصف ساعة أو ساعة سمعت صوت إطلاق نار كثيف أجهل سببه، ولم تكن لي مشاهدة عيانية في ذلك الوقت. وفي هذا الأثناء أقلعت طائرة مروحية كانت في المنطقة مع 3 طائرات مروحية صغيرة من خارج المدينة، ولم أشاهد صدام حسين في إحداها، وقامت هذه الطائرات بإطلاق النار باتجاه منطقة البساتين، وبعد ذلك سمحوا لنا بالدخول إلى المنطقة وذهبنا إلى دورنا، وفعلا ذهبت إلى داري، وفي المساء خرجت من داري فشاهدت أن المدينة ممتلئة بسيارات غريبة وهناك أعداد كبيرة من رجال الحزب والأمن والجيش انتشروا في المدينة وقاموا بتطويق المدينة والبساتين، وكان الجو يشكل حالة رعب وذعر. ثم عدت إلى بيتي خوفا من هذه الأجواء المرعبة، وصباحا حضرت طائرات بأعداد كبيرة جدا وقامت بمهاجرة المسلحين في منطقة البساتين، وأني أطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم برزان إبراهيم الحسن وكل من تثبت علاقته بالحادث، خصوصا الأفراد الذين لحقت بي والتي تتمثل
خصوصا الأضرار التي لحقت بي والتي تتمثل بتحطيم سيارتي وسرقة المخشلات الذهبية وتهديم دار السكن العائد لي وكذلك 3 بساتين بحدود 35 دونم. وهذه إفادتي. إفادة المشتكي الثاني. فضلكم وقت الصلاة. خلي يكمل. وقت الصلاة الظهر. خلي يكمل. إفادة المشتكي الثاني. خلي يكمل. أفاد بما يلي بعد تحليفه اليمين القانونية وتعريفه بهوية كوني قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية المختصة العليا بتاريخ 9/7/82، وأثناء وجودنا في دارنا أنا وعائلتي قامت مفرزة من مديرية أمن الدجيل وفرقة الدجيل لحزب البعث المنحال باعتقال عائلتي بأكملها المكونة من والد فلان ووالدتي فلانة وأشقائي كلهم من فلان وفلان 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 6 عددهم، وقاموا بإرسالنا إلى مركز شرطة الدجيل، واستمر احتجازنا في المركز المذكور لمدة 4 أيام، وبعدها تم نقلنا أنا وعائلتي وعدد من أهالي الدجيل على ما أذكر إلى مقر المخابرات العامة في بغداد، واستمر اعتقالنا في المخابرات مدة 2 شهر تقريبا، ثم بعد ذلك تم ترحيلنا إلى سجن أبو غريب، وهناك تم فصلنا عن بعضنا أي فصل النساء عن الرجال، حيث تم عزلي أنا وأمي عن كل من والدي وأخوتي 6. ومنذ ذلك الوقت لم أعرف أي شيء عن والدي وأشقائي، علما أنه بعد أن تم عزلنا في سجن أبو غريب بقينا مدة 9 أشهر في السجن المذكور، ثم بعد ذلك تم نقلنا إلى صحراء السماوة أنا ووالدتي وعدد كبير من أهالي قضاء الدجيل، حيث وضعونا في معتقل يسمى بمعتقل ليا داخل صحراء السماوة، وهذا المعتقل معزول عن العالم الخارجي ومحاط بالصحراء، علما أن عمري أنا ذاك كان 11 سنة ولم أقترف أي جريمة سوى أن كانت جريمة سياسية أو جنائية. وأثناء نفينا في المعسكر توفيت والدتي نتيجة التعذيب والمعاناة التي تعرضت لها في صحراء السماوة، وبقيت وحدي في الصحراء مع عدد كبير من النساء والأطفال المنفيين من قضاء الدجيل. وفي يوم 26/4/86 أطلق سراحي من هذا المعتقل، ولم أعرف شيء عن أفراد عائلتي، وبقيت وحيدة في هذه الحياة. وبعد سقوط نظام صدام حسين وأثناء مراجعتي لجمعية السجناء الأحرار في الكاظمية، عرفت أن والدي فلان وإخوتي 6 المذكورين آنفا قد أعدموا من قبل سلطات النظام البائد بتاريخ 23/1985، وأبرزوا للمحكمة نسخ ضوئية من جميع من حجج الوفاة الخاصة بوالدي وأشقائي، وأطلب ربطها بالأوراق التحقيقية. عليه أطلب الشكوى ضد المتهم صدام حسين المجيد وبرزان إبراهيم الحسن ويونس أحمد غزال السامرائي وأحمد إبراهيم السامرائي ومفوض الشرطة حسن الملقب أبو عمار والذين يسكنون سامراء حاليا، ومشعان دحام الذي يسكن حاليا منطقة الدجيل حي 3 عوارة. وأطلب الشكوى ضد كل من يثبت اشتراكه في هذه الجريمة، وأطلب التعويض المادي والأدبي لما لحقني من ضرر ترتب علي بسبب حرمان عمره أنذاك 35 يوم فقط. هذا توفى في سجن أبو غريب اللي كان عمره 35 يوم فقط بسبب الإهمال الطبي المتعمد. وكذلك ولدت والدتي أخي فلان في السجن في معسكر ليه، وبعد اعتقالنا من الدار تم نقلنا بسيارة بوكس إلى الفرقة الحزبية، وهناك وجدنا المتهم برزان إبراهيم الحسن الذي سأل عن العائلة فأجابوه بأنها عائلة فلان، وطلب أحد الموجودين من عائلتي بتشخيص الجثث فلم يتعرف عليها أحد وكانت ملقاة في الفرقة الحزبية. وبعد ذلك تم احتجازنا في مقر الفرقة لغاية 4:00 عصرا، ثم قاموا بفترة 2 سنين أو أكثر، ثم أطلق سراحنا بتاريخ 28/4/1986. ولم أعرف بمصير والدي وأخوتي إلا بعد سقوط النظام، حيث علمت أنهم قد أعدموا وهم كل من والدي وأخوتي كلهم من فلان وفلان وفلان. وكان بسبب إعدامه هو اتهامه بمحاولة التعرض
على موكب المتهم صدام حسين، لذا أطلب الشكوى ضد المتهم صدام حسين والمتهم برزان إبراهيم الحسن وعبد الله كاظم رويد وكل من تثبت علاقته بالجريمة. وهذه إفادتي. إفادت مشتكية أفادت بما يلي بعد تحليفها اليمين القانونية وتعريفها بهويتي كوني قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 9/7/1982. قامت مجموعة من عناصر مديرية أمن الدجيل بمداهمة دارنا واعتقال العائلة المكونة من والدتي فلانة واخي فلان واخي فلان وأنا، وأرسلنا مع المجموعة إلى سجن المديرية المذكورة، وبعد يوم واحد من الاعتقال تم ترحيلنا إلى مبنى المخابرات في بغداد، وهناك تم فصلنا عن بعضنا حيث تم عز النساء عن الرجال أنا ووالدتي عن أشقائي، واستمر احتجازنا في مبنى المخابرات مدة شهر تقريبا، ثم بعد ذلك تم ترحيلنا إلى سجن أبو غريب ومكثنا هناك حوالي 11 شهرا، ومنذ ذلك الحين لم نعرف شيء عن مصير أخوتي. هذا وأود أن أذكر أن أخي الثالث فلان قد اعتقل بعد شهرين تقريبا من اعتقالنا، وبعد فترة 11 شهر التي قضيناها في سجن أبو غريب تم نقلنا أنا ووالدتي إلى صحراء السماوة، حيث تم نفينا هناك مع عدد من أهالي قضاء الدجيل، علما أن الاعتقالات والسجون والنفي الذي حدث لأبناء وأهالي قضاء الدجيل أنذاك كان بحجة أن موكب للمتهم صدام حسين المجيد قد مر في الشارع العام للدجيل وحدث أن حصل إطلاق نار، وتبع هذا الإطلاق أن حصلت مواجهة، ومن ثم باشرت الأجهزة القمعية للنظام البائد بحملة اعتقالات ومداهمات منذ تاريخ 8/7/1982، أي يوم محاولة الاغتيال حسب ما يذكر. وبعد هذا التاريخ استمرت الاعتقالات وجرف الأراضي الزراعية وقلع الأشجار والمزروعات وإتلاف المحاصيل العائدة لسكان القضاء. وبعد احتجازي أنا ووالدتي في صحراء السماوة لفترة طويلة تم إطلاق سراحنا يوم 26/4/1986، ومنذ ذلك التاريخ نحن نبحث ونحاول أن نعرف عن مصير أخوتي الثلاثة كل من فلان وفلان وفلان، ولكن لا نحصل على أي شيء إلا بعد سقوط النظام، سقوط نظام صدام حسين، حيث تبين أنهم قد أعدموا مع عدد من شباب قضاء الدجيل بتاريخ 23/2/1985، مع العلم أنهم لم يكونوا مشاركين في محاولة اغتيال صدام حسين، وليس لديهم أي نشاط سياسي ضد النظام والدولة آنذاك. وأبرز للمحكمة نسخ من حجج الوفاة الخاصة بإخوتي كل من فلان وفلان، وكذلك صورة قيد وفاة أخي فلان، علي أني أطلب الشكوى ضد كل من صدام حسين المجيد وبرزان إبراهيم الحسن ويونس أحمد غزال السامرائي ضابط أمن الدجيل آنذاك ويسكن سامراء حاليا، وكل من يثبت اشتراكه في هذه الجريمة، كذلك أطلب التعويض عن كل ما لحقني من ضرر مادي ومعنوي. وهذه إفادتي. إفادة المشتكي يسكن الدجيل، أفاد محلفا بعد تعريفه بهويتي كوني قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العليا إني من سكنة قضاء الدجيل وأعمل فلاحا فيها منذ صغري، وفي يوم 8/7/1982 وأثناء وجودي في بستان في الدجيل سمعت بأن صدام حسين قد زار الدجيل، وأثناء خروجي من البستان لكي أرى موكب صدام حسين الذي مر بالقرب من جامع الدجيل، وأثناء توجه موكبه إلى مقر الفرقة الحزبية آنذاك سمعت صوت إطلاقات نارية، على أثر ذلك قامت عناصر من حماية صدام حسين بإطلاق العيارات النارية حول المواطنين المتواجدين في قرب موكب المتهم صدام حسين وبشكل عشوائي، وعلى أثر ذلك هربت فورا إلى بستاني، وبعدها ذهبت إلى بيتي حيث كنت خائفا من النتائج. وفي الساعة الثانية ظهرا توجهت إلى بيت أخي والذي يبعد عن قضاء الدجيل حوالي 3 كيلومترات، واستمريت بالبقاء في بيت أخي حوالي أسبوع تقريبا، وعرفت آنذاك أن قوات الأمن والمخابرات التابعة لنظام صدام قامت بحملة اعتقالات ومداهمات لأهالي الدجيل، وعلى ضوء ذلك توجهت إلى مدينة كاظمية خوفا من اعتقالي،
وذلك لأنه حسب ما عرفته أن الاعتقالات التي حدثت في الدجيل كانت عشوائية وتشمل النساء والأطفال. وأثناء وصولي إلى منطقة الكاظمية توجهت إلى سوق فيها ويسمى بسوق السربادي القريب من صريح الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وهناك في السوق المذكور تم اعتقالي من قبل مفرزة يقودها الحسني عراك سمير الذي كان يشغل منصب ضابط مخابرات وهو من سكنة الدجيل. كذلك كان من ضمن المفرزة المدعو محمد مضحي العمزاوي، وكذلك معهم المدعو ضياء وهم والدي وأختي وأشقائي فلان وفلان وفلان ثلاثة. وتم نقلنا إلى مبنى حزب البعث الدجيل، وبقينا 10 أيام بعد ذلك في المخابرات. وكان ذلك بسبب اتهامنا بالمحاولة باغتيال صدام حسين. ثم نقلوني بسبب الولادة إلى مستشفى العلوية، حيث أني أنجبت طفلا أسميت. ثم نقلنا إلى سجن أبو غريب، وبعدها نقلنا إلى صحراء السماوة. ثم أطلق سراحنا، وقد اعتقل معي كل من فلان وفلان وفلان، وقد توفي والدي ووالدتي وأخوتي فلان وفلان وفلان، وقد علمنا بإعدامهم بعد سقوط النظام. وكان إطلاق سراحنا في سنة 1986، حيث أحضروني إلى مبنى الحزب المنحل وسلمونا باقي أثاثنا، وإني أطلب الشكوى ضد صدام حسين وبرزان التكريتي ويونس غزال السامرائي، وإني أطلب التعويض عما لحقني من أذى الاعتقال والتعذيب. وهذه إفادة مشتكية أخرى أفادت محلفة باليمين بعد أن عرفتها بنفسي قاضي بصفتي قاضي تحقيق المحكمة الجنائية العليا بأنني بيّنت أنه بتاريخ 17/7/1982 اعتقلت من قبل أفراد من الأمن والحزب، ونقلنا إلى مركز شرطة الدجيل. ثم قاموا بنقلنا إلى المخابرات وبقينا فيها فترة، ثم نقلنا إلى سجن أبي غريب، وبعد فترة قاموا بأخذنا إلى معسكر السماوة، وتعرضنا للتعذيب الذي قاموا باعتقالنا كل والذين قاموا باعتقالنا هم كلهم من مزر عبد الله يسكن الدجيل، وعلي دايح ويونس غزال السامرائي وعمران حسن عمران يسكن سبع البور حاليا. وقد علمت بعد سقوط النظام بإعدام أولادي فلان وفلان وفلان عسكري، والذي كان موقوفا سمعنا في المخابرات، وقاسم محمد صيف الذي كان محكوم بالسجن المؤبد بسبب اتهامه بقتل شخص، وبقينا في السجن إلى أن عرفنا بإعدامه. وكذلك فلان الذي اعتقل معنا بعد أن تعرض لإطلاق نار في وقت الحادث، وقد علمت بإعدامه بعد سقوط النظام. وقد صدرت بساتين عائدة لنا، وذهب وصدر من دارنا مخشلات ذهبية تعود لابنتي، وذهب يعود لي خاصة وساحبة زراعية، وأني أطلب الشكوى ضد كل من صدام حسين وبرزان التكريتي ويونس غزال ومزهر عبد الله وعلي دايح وعمران حسن عمران، وتعويضي عن الأضرار التي أصابتني. وهذه إفادتي. مشتكية أخرى تسكن الدجيل أفادت محلفة بعد أن عرفتها بنفسي قاضي تحقيق بالمحكمة الجنائية المتصل العليا إني بعد أسبوع من محاولة اغتيال صدام بتاريخ 8/7/1982 قامت أجهزة الأمن باعتقالي من داري، وكان عمري 9 سنوات. وأخذوني إلى مركز شرطة الدجيل ثم إلى سجن أبو غريب، وتم تسفيري إلى السماوة بعد أن تم تعذيبي رغم أنه لا يوجد لي أي ذنب، وكان ذلك بسبب محاولة اغتيال صدام حسين ووالدتي. وبقيت معها في سجن المخابرات حوالي شهر، وبعدها رحلونا إلى سجن أبو غريب حيث بقينا أكثر من 6 أشهر، ومن هناك نفونا إلى صحراء السماوة التي أجهل اسم المعتقل فيها، وبقينا هناك 4 سنوات. وعند إطلاق سراح المجموعة التي كانت معي أطلق سراحنا عام 1986 علي أطلب الشكوى ضد الأسماء المدرجة أدناه والتعويض. أولا صدام حسين المجيد التكريتي، 2 برزان إبراهيم الحسن التكريتي، 3 يونس أحمد غزال السامرائي ضابط أمن الدجيل، 4 عمران حسن عمران يسكن حاليا بغداد سبع البور،
5 علي دايح يسكن الدجال حاليا وهذه إفادتي. إفادة المشتكية فلانة ربة بيت تسكن قضاء الدجال أفادت بما يلي بعد تحليفها اليمين القانونية وتعريفها بهويتي كوني قاضي التحقيق بمحكمة الجناية العراقية العليا إن المجنى عليه فلان ولدي اعتقل بعد حادثة محاولة الاغتيال بعد فترة لا أتذكرها بالضبط من قبل أجهزة النظام السابق ولا أعرف السبب ومن ثم حضرت الأجهزة الأمنية إلى دارنا واقتادوني إلى مركز الشرطة وسألوني عن ابني هل هو منتمي إلى حزب الدعوة أم لا فأجبتهم بالنفي علما إن عمره في حينه كان 13 سنة وفي حينه رأيت الطائرات تقصف البساتين كما قاموا بقطع بستاننا ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وبعد سقوط النظام عرفت أن ولدي قد أعدم وعرفت ذلك من خلال الصحف لذا أطلب الشكوى ضد المتهم صدام حسين وبرازان إبراهيم التكريتي وكل شخص شارك بهذه الجريمة وهذه إفادة المشتكي فلان يسكن الدجيل حي الوحدة أفاد محلفا بعد أن عرفته بنفسي كوني قاضي تحقيق المحكمة الجنائية العراقية العليا أفاد بما يلي بعد حادثة الدجيل بأسبوع داهم دارنا رجال الأمن وقوات الأمن ومن ضمنهم أحمد إبراهيم السامرائي أبو نبيل ومعه مزهر عبد الله الرويد وقد اقتادوا والدي فلان وابن عمي الذي كان يسكن معنا في الدار فلان إلى جهة مجهولة ولم نعرف عنهم شيئا حتى سقوط النظام الصدامي بتاريخ 9/4/2003 حيث راجعت جمعية السجناء الأحرار فرع الدجيل بعد 4 أشهر من سقوط النظام وتبين أن والدي قد أعدم بتاريخ 23/2/1985 مع كوكب من أهالي الدجيل وخلال المداهمة أيضا تم مصادرة السيارة تويوتا موديل 1980 مرقمة 5000 الرقم لا يذكر صلاح الدين ولم أعوض عن مصادرة أراضينا الزراعية لحد الآن عليه أطلب الشكوى ضد كل من المتهم صدام حسين المجيد التكريتي المتهم برزان إبراهيم التكريتي أحمد إبراهيم السامرائي يونس أحمد غزال السامرائي المتهم مزهر عبد الله الرويد كذلك أطلب التعويض عما لحقني من أضرار وهذه إفادتي إفادة مشتكي آخر يسكن قضاء الدجيل أفاد بما يلي بعد تحليفه اليمين القانونية وتعريفه بهويتي كوني قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا كنت جالسا في بستاننا في منطقة الدجيل وبحدود الساعة 12:00 من يوم الخميس 8/7/1982 خرجت من البستان راجعا إلى دارنا وأثناء رجوعي رأيت في طريقي كل من فلان وشقيقي فلان وبيدهم أسلحة نوع رشاش كلاشينكوف ومتجهين صوب منطقة العبارة التي حصل فيها الحادث حيث تعرض موكب صدام حسين إلى إطلاق نار أثناء مروره في تلك المنطقة وبعد أسبوع تقريبا من يوم الحادث قامت مفرزة مكونة من مديرية أمن الدجيل وفرقة الدجيل لحزب البعث المنحل بمداهمة دارنا واعتقال كل من والدتي فلانة وأشقائي كل من فلان وفلان وشقيقتي فلانة علما أن المفرزة التي قامت بالاعتقال مكونة من أفراد أعرفهم وهم كل من يونس أحمد غزال السامرائي وعمران حسن عمران ومشعان دحام الخزرجي وحسن السامرائي بين قوسين أبو عمار ومعهم مجموعة من الأمن وعناصر الحزب وتم نقلنا إلى مركز شرطة الدجيل واستمر مكوثنا في المركز المذكور مدة 3 أيام علما أنه في المركز المذكور اكتمل اعتقال بقية أفراد العائلة حيث جلبوا كل من زوجة والدي فلانة وشقيقي الأكبر فلان وزوجته فلانة وبنتها فلانة البالغة من العمر 1 سنة آنذاك وشقيقتي فلانة إلى المركز المذكور وبعدها واستدرك قائلا وأثناء
مكوثنا في المركز في مركز شرطة الدجيل، وأثناء مكوثنا في مركز شرطة الدجيل سمعت والدتي فلانة وزوجة أخي فلانة أن أحد الأشخاص طلب من المدعو يونس أحمد غزال السمرائي بأن يطلق سراح عائلتي، حيث لا يوجد لدينا أيضاً أو نشاط ضد الدولة آنذاك. فأجابه يونس أحمد غزال بأنهم طالما دخلوا مركز شرطة الدجيل فيجب إرسالهم إلى مبنى المخابرات في بغداد، وهذا دليل على إصرار يونس أحمد غزال بإلحاق الأذى بعائلتي، حيث تم ترحيلنا إلى مبنى المخابرات في بغداد، واستمر احتجازنا هناك فترة 40 يوما، وتم فصل النساء عن الرجال، ومورس بحقنا أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.